الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. إصدار 3.5 مليون وثيقة أمنية بتكلفة تصل لمليار جنيه لتوفير الحماية التأمينية للمصريين بالخارج. ومنظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من الشكاوى والاستغاثات التي تلقتها ورصدتها. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرض الوطن مساء الأمس بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. المزيد في سياق هذا التقرير. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة الحكومة العراقية لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك في إطار دعم العراق لإقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم. لدى وصول سيادته مطار بغداد الدولي، كان في استقبال سيادته رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وكبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في العراق. وصول سيادته كان في استقباله الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق بقصر بغداد، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تناولت مجمل العلاقات بين البلدين. أعقبها اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل لجمهورية العراق. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وقد طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أمير دولة الكويت مثمنا سيادته الدور المهم الذي تلعبه الكويت في المنطقة العربية. كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء السيد الرئيس ونقل له تحيات أمير الكويت ومثمنا دور مصر المحوري في حل جميع القضايا العربية والإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. تناول اللقاء مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. هذا وقد شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث أكد سيادته خلال كلمته على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات. We'll be right back.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. وتأتي استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة تجسيدا لنهج القيادة السياسية في دعم العراق، وكذا الحرص على وحدة الصف العربي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب كان 90.73%، وطب الأسنان 90.24%، والعلاج الطبيعي 88.54%، والصيدلة 88.53%. وبالنسبة لكليات الهندسة فتوجد أماكن خالية للطلاب في المرحلة الثانية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفجرافات تسلط الضوء على وثيقة تأمين رعاية المسافر، والتي تأتي ضمن جهود الدولة لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها في كل مكان. وأوضح التقرير أن هذه الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصري بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضون لها خلال 90 يوما متتالية من سفرهم للخارج، حيث يشارك بها 22 شركة تأمين. وكشف التقرير عن أن تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو 1 مليار جنيه، مستعرضا أهداف ومزايا هذه الوثيقة والمتمثلة في توفير الحماية التأمينية ل 23 مليون مصري مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ. تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء مع عدد من الشكاوى والاستغاثات التي تم رصدها وكذا الواردة إليها من المواطنين والتي تتعلق بقطاعات مختلفة. كما نجحت المنظومة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة لهذه الاستغاثات وإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بأهمية العمل على سرعة الفصل في مختلف الشكاوى والاستغاثات الواردة وإزالة أسبابها، خاصة تلك التي تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. إلى اللقاء.